السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله دي المحاضرة الأولى في مادة الري والصرف، وإن شاء الله تبقى سهلة وبسيطة، وكده كده المحاضرة الأولى تنقسم لجزئين، الجزء الأول يعني هيبقى إنتروداكشن بسيط مراجعة على حاجات خدناها قبل كده، والجزء التاني يعني برضه هيبقى الـ Hydraulic Structures أو Irrigation Structures، ودي حاجات جديدة بالنسبة لكم، لكن إن شاء الله هتبقى سهلة عليكم ومفيهاش أي حاجة. تقسيم الدرجات طبعا كالمعتاد يعني هيبقى عندنا 40% Final و25% من الترم و35% اللي هو الـ Class Work اللي ما بيننا، يعني اللي هو الشيتس والاتندنس يعني وشوية كويزز هنعملها خلال المحاضرات. ده طبعا بالنسبة للائحة الجديدة. بالنسبة للائحة القديمة طبعا هتبقى 60-40، وانتوا مفيش خلاف على كده، وانتوا كلكم عارفين القصة. الاتصال ما بيننا هيبقى طبعا خلال جوجل كلاس روم. طبعا ده مش أول كورس بالنسبة لكم معايا، فانتوا عارفين ازاي تستخدمه. هتكتب الكود دوت، هتدخل هتلاقي المادة، هتلاقي كل الباوربوينتس، هتلاقي الشيتات، هتلاقي الامتحانات السابقة. يعني مش هنتكلم كتير على الكلاس روم، وهتدخل هتلاقي ايه فيها. يعني انتوا كلكم ما شاء الله يعني تعاملتوا بيه قبل كده. في الأول هندرس شوية introduction ونخلصها النهاردة. هناخد خلفية بسيطة، أو ما هنقول بقى مراجعة بسيطة على الهيدرولوجيك سايكل، التايبس اوف ووتر ريسورسز اون ايرث، مصادر موارد المياه. طبعا انا هنا بالنسبة لي مصادر موارد المياه اللي هستفاد منها علشان اروي، يعني عشان الري. بعد كده هناخد irrigation system in Egypt، او طرق بقى الري في مصر. هنبتدي ناخد من اول الووتر ريسورسز في مصر، ايه مصادر المياه المتوفرة للري في مصر. هنبتدي نتكلم كمان على الووتر يوزز واستخداماتها المختلفة، الكنال والدرينج نتوركس ان ايجيبت، شبكة الترع او المصارف الموجودة في مصر، وايه الامبروفمنت بروجكتس اللي هي المشاريع اللي عايزة تحسن نظام الري في مصر. طبعا يعني كل النظم الحديثة طبعا تفهمين علشان توفر كميات مية، يعني تدي efficiency أعلى في الري، وطبعا بالتالي توفر مية. في برضه شابتر بعد كده هناخد، طالما احنا عايزين نروي ايه، هنروي نبات، والنبات ده بيبقى فين، النبات ده هيبقى موجود في الأرض، فلازم ناخد السويل ووتر ريليشن، او علاقه بقى التربه بالميه. ناخد شويه سويل فيزيكال بروبرتيز والسويل ووتر وانواعها، وازاي النبات بيقدر يستخلصها يعني من التربه. بعد كده هناخد شابتر اسمه الايفابوتراسبيريشن. ده طبعا بالنسبه لكم مش حاجه جديده، عارفين ايه الايفابوتراسبيريشن. تقريبا ده بيساوي 99% من استهلاكات النبات للمية. في طرق عديدة لحساب الـ Evapotranspiration أو البخر ناتح، يعني في منها Physical Methods و Empirical Methods. كنا خدنا طريقة من طرق حساب الـ Evapotranspiration قبل كده في مادة الموارد. النهاردة برضو في المادة ديت هناخد بعض الطرق، هناخد طرق في الفيزيكال وطرق أخرى في الإمبريكال لحساب الإيفابو ترانسبيريشن. وبعد كده هنبتدي ندرس طرق الري اللي هي طبعا هو في طرق الري كتيرة، اللي هي السيرفيس إريجيشن اللي هو الري الحوضي يعني، أو الحياضة أو الغمر الأكثر شهرة عندنا في مصر. وطبعا طرق الري الحديثة اللي هو السبرينكلر والديب إريجيشن. هنعمل ستريس بقى في المنهج دهوت على الطرق الحديثة الموفرة طبعا للمية، واللي بتدي efficiency في الزراعة أعلى، اللي هي السبرينكلر والدريب. وهندخل طبعا ان ديب في الكلام دوت، وهنعرف ازاي نصمم كل شبكة على حدة. وآخر حاجة هتبقى عندنا إن شاء الله اللي هو الدرينج أو الصرف،
هو في نوعين، في سيرفس درينج و بايب درينج. برضه هنعمل ستريس اكتر على البايب درينج لانه ده نظام الصرف الحديث يعني. طيب نبتدي الانترودكشن. نظام الري في مصر، من يعني طبعا لو اتكلمت على مصر، النظام بقى من اول الفراعنه واحنا بنروي واحنا بنزرع، هتلاقي ان كان عند الفراعنه كانوا نظام الري عندهم كان اللي هو ري على طفاف النيل، ري الحياض، اللي هو كان بيبتدي يحضر الارض بتاعته في موسم ما قبل الفيضان، وينتظر الفيضان لغاية ما المية تطلع وتفيض على جانبي نهر النيل تروي الأرض بتاعته، منها يقدر يزرع. وفي بعض الأحيان كان يقدر يستخدم الشادوف، هو أول من اخترع الشادوف زي ما انتوا شايفينه يعني. هنا هو اللي هو عبارة عن تقيلة كده مع عصاية وبينزل بجردل علشان يقدر يرفع المية للأرض بتاعته. العرب لما دخلوا مصر برضو لقوا الأرض خصبة وبتاع، فابتدوا يهتموا بقصة الري. العرب طبعا انتوا عارفين كان فيهم علماء كتير، ابتدوا يهتموا بقى بحتة ايه نهر النيل. عملوا المقياس اللي في الروضة اللي مازال موجود لغاية دلوقتي، عايزين يبتدوا يعملوا حساباتهم بقى، يشوفوا كميات المياه اللي بتيجي قد ايه، كميات المياه اللي بتروح قد ايه، كميات المياه اللي محتاجينها قد ايه. وهم برضو اللي اخترعوا الساقية، السواقي، عشان برضو لرفع المية. يجي بعد كده مصر مرت بقى بعصر محمد علي اللي هو مصر الحديثة. طبعا محمد علي لما جه هو حط سيستم قوي جدا للري، وقال لك لا انا ما ينفعش ان انا ازرع موسمي، لا ده انا هزرع ري مستديم. يعني ايه ري مستديم؟ ان انا هزرع كل فصول السنة هقدر أروي الأرض بتاعتي. وهو اللي أنشأ القناطر، منها طبعا قناطر الدلتا المشهورة. ابتدى يعمل ترع وريحات كبيرة علشان يوزع المية في اتجاهات مختلفة، يقدر يزرع أكبر قدر. ووصل إن هو زرع 4 مليون فدان. لما جه ابن إسماعيل ما قالش عنه، برضه ابتدى يوسع في الترع والريحات. من أشهر الترع والريحات بتاعته اللي هي كانت الترع الإبراهيمية والإسماعيلية، الحاجات دي موجودة طبعا لغاية دلوقتي احنا بنستخدمها. وتقريبا زود الزراعة في مصر، وصلها ل5 مليون فدان. بعد كده يجي بقى آخر عصر خالص اللي هو عصر بقى السد العالي والتحكم في المية. مبقاش عندنا بقى خلاص فيضانات وكده، بقينا نتحكم في المية ونشوف كميات المية الفعلية اللي احنا عايزينها علشان نزرع او عشان نستخدمها في الاستخدامات المختلفة بتاعتنا. فدي نبذة بسيطة على عصور الري اللي مرت على مصر. طيب دلوقتي انت عشان تيجي تزرع، ايه متطلبات الزراعة؟ اول حاجة هتلاقي سيد. سيد يعني ايه؟ يعني الحبوب يعني، ومية وتربة صالحة ان انا ازرع فيها. طيب انت الثلاث حاجات دول الثلاث حاجات الاسينشال او الضروريين ان انا اقدر ازرع. يجي بعدهم شويه حاجات مساعده بتخلي الكفاءه بتاعتي تزيد، زي الاسمده، الفيرتلايزرز، الانسكتسايدز اللي هي المبيدات الحشريه، سانشاين سطوع الشمس خلال الاشهر المختلفه، سوتبل تمبريتشر درجه حراره جيده، الليبر الايدي العامله. مع توافر العوامل الاخرى دي نبتدي نحسن من عمليه الزراعه وعمليه الري بتاعتنا. طيب ايه فايده الميه بالنسبه للبلانت برودكشن؟ يعني ايه فايده الميه لعمليه الزراعه عامه؟ اول حاجه ات سبلايز المويستشر، المويستشر اللي هي الرطوبه الكافيه علشان السيدز دي يحصل لها جيرمينيشن، هي تبتدي تنمو. فطبعا ده الفايده الاهم حاجه، يعني ان انا اخلي السيدي دي بديها كميات الميه اللي محتاجاها علشان تبتدي تنمو. طيب قال لك تاني حاجه it cools the soil and surrounding، يعني تبتدي تعمل درجه حراره جيده بتبرد يعني الارض، فما تخليش النبات اللي هو بنسميها بالبلدي النبات يتحرق، فبتبرد الارض شويه.
it washes out or dilutes salts. من أهم مميزات الري إن أنا لو عندي الأرض فيها أملاح، فما بدي المية دي بتبتدي تغسل الأملاح ديت علشان النبات يطلع جيد. softens clods and thus help in tillage operation. طبعا أما بتبقى الأرض جافة بيبقى صعب إن أنا إيه أبتدي أحرثها وأشكلها والحاجات دي، فهي بت إيه softens clods يعني بتخليها الأرض طرية، يعني أقدر أبتدي أحرث فيها وأشتغل عليها. وآخر حاجة it enables application of fertilizers اللي هو بتسهل عملية التسميد. طبعا ده بالنسبة للري الحديث، إن أنا لما باجي بروي بشبكة سواء بقى سبرينكلر اللي هو الرش يعني او الدريب اللي هو التنقيط، ببتدي احط الايه الاسمده بتاعتي وانا في الميه، فبتاكد من توزيع السماد توزيع جيد على الارض كلها من خلال ايه، من خلال الري في حد ذاته. طيب مصادر بقى الميه للنبات، قال لك هو يعني مش هيخرجوا اكتر من الثلاث مصادر اللي قصادنا دولت. اول مصدرين هو مصادر ناتشورال طبيعيه اللي هو ايه، سواء رين او جراوند ووتر، سواء النبات ده هيوصل له ميه من المطره او قدر يوصل له ميه من المياه الجوفيه. والمصدر الثالث اللي هو اريجيشن، انت بقى اللي هو الارتفيشال بقى الحاجه الصناعيه، ان انا هبتدي البني ادم يبتدي يدخل ويدي الاحتياجات الضروريه للنبات دوت بايده. طيب الاريجيشن براكتس تايب دي بقى حاجه مهمه قوي اللي هي انواع يعني ممارسه الري. خلاص انا اتفقنا ان عندنا ري. طيب لو انا عندي منطقه اللي هي زي ما بنقول ايه منطقه الرين السفشنت، يعني ايه رين السفشنت؟ يعني كميه الميه كافيه، فبسمي البراكتس دوت او الاريجيشن براكتس ده رين فيد. يعني ايه رين فيد؟ يعني انا الري بتاعي كله مبني على الرين، مبني على المطر. طيب لو انا عندي سيزونال رين، يعني ايه سيزونال رين؟ يعني المطر مش طول السنه، مطر بيجي فصل او فصلين والباقي جاف، فبقول ايه ان انا عندي supplementary irrigation، يعني بضطر ان انا اعتمد شويه على المطر وببتدي ادخل بساعد بالري في الاوقات التانية. لو هندي مثال بسيط على الكلام دوت هتلاقي زي مثلا ايه منطقه الساحل الشمالي عندنا. منطقه الساحل الشمالي عندنا طول الشتاء بتمطر، فهو طول الشتاء المزارعين اللي هناك ما بيروش. طيب ده فصل الشتاء، يجي الثلاث فصول التانيين مفيش ميه، فبيبتدي يعمل سبلمنتري اريجيشن، يبتدي يدخل هو ويروي بنفسه. طيب اخر حاجه بقى لو الرير رين، يعني في عندي نطره من المطر وده تقريبا موجود في معظم مصر، بقول ان انا بعمل ايه اريجيتد اجريكلتشر، ان انا على طول السنه المزارع بيدخل ويزرع سوري يدخل ويروي بنفسه، يدي كميات المياه المطلوبة للنبات عن طريق الايه الري. طيب زي ما ابتدينا نشوف هدي النبات المياه ازاي، طيب الاكسس اوف ووتر اللي هو المياه الزياده هتروح فين؟ قال لك يا الا ناتشورال دريند او ارتفيشالي دريند، يا الا هي بتتصرف تصرف طبيعي، او بايه بضطر ان انا اعمل حاجات ودي اللي هندرسها ان شاء الله، ان انا ابتدي اسحب الميه ديت واتخلص منها، اتخلص من الميه الزياده اللي في الارض. لان طبعا وجود الميه الزياده في الارض ده بيؤدي الى عفونه الجذور، وطبعا النبات عندي ممكن يموت او يديني يعني انتاجيه ضعيفه. لو جينا بصينا كده يعني احصائيه كده بسيطه على الورد وايد ووتر يوز او استهلاكات يعني الميه، فلو ابتدينا طبعا بالديفلوبينج والبور كونتريز اللي هو الدول الفقيره والناميه، هتلاقي ان معظم الاستهلاكات راحه فين؟ 82% راح للزراعه. طيب لو رحنا للديفلوبد كونتريز اللي هو بقى الدول يعني الصناعيه والدول المتقدمه، هلاقي يعني تقريبا بيستهلكوا في الزراعه 30% من الميه بتاعتهم. لكن لو بصيت على العالم بقى كله هلاقي ان تقريبا الاريجيشن برضه هو اعلى حاجه، او الاجريكلتشر يوز يعني الزراعه وكده اعلى حاجه، ودي تقريبا بتساوي 70%، يعني 70% من ميه العالم
او من استهلاكات المياه في العالم راحة للزراعة. عشان كده احنا بنهتم قوي بعملية الري، لانها بتستهلك في حدود 70% من كميات المياه المستهلكة على العالم. طيب طالما هنتكلم على المياه، فمش عايزين ننسى الهيدرولوجيك سايكل او دورة المياه. دورة المياه احنا قلنا اللي هي انا عندي المياه عبارة ان هي بتلف في دورة، كميات المياه ثابتة، مجرد ان هي في دورة في سايكل بتبتدي من أول الإيفابوريشن، بعد كده يحصل لها كوندنسيشن اللي هو التجسيف، بعد كده بيرسبتيشن اللي هو مطر ينزل يحصل له انفلتريشن في التربة يروح لجراوند ووتر، أو الجزء الآخر بيروح رانوف ويرجع تاني للمحيطات أو البحار، وعندي الترانسبيريشن اللي هو النتح بتاع النبات. مش هندخل طبعا قوي في تفاصيل الكلام دوت احنا اتكلمنا عليه في مادة الموارد وكلنا عارفينها. ليه بناخد الكلام دوت؟ عشان نفكر الناس بالمية اصلها جاية منين وراحة فين. برضو لو بصينا على distribution of water on earth، فبس عايزين تذكرة يعني بسيطة، كل الحاجات دي مراجعة بالنسبة لكم، هتلاقي ان معظم المية هي salt water تقريبا 97%، واحنا بس المية الحلوة 3%، وحتى 3% معظمها رايح في الايس كابس والجليسرز اللي هو المناطق الجليدية، والجزء تاني اكبر حاجة اللي هو الجراوند ووتر برضو، وده مش حاجة صعبة ان انا اجيبها. باقي 1% الاذرز، لو جيت بصيت لي الأذرز دي هتلاقي إن الريفرز تقريبا واخد للزان 14%، يعني رقم زهيد 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 زهيد. فأنت بتعتمد طبعا على كمية المية ديت، سواء الريفرز ويعني شوية ليكس، يمكن في مصر احنا ما بنعتمدش قوي على بحيرات يعني في الري وكده، لكن يمكن بنبتدي نتجه برضو للإيه الجراوند ووتر شوية. الإيريجيشن ووتر سورسز زي أي مصادر مياه، فأنا عندي إلا مصادر تقليدية أو مصادر غير تقليدية، هي اللي بنقول عليها conventional water resources و non conventional water resources. الـ conventional اللي هي الطرق المعتادة يعني للري، طبعا يا إلا precipitation أو surface water أو ground water، دي الحاجات المعتادة اللي أنا ممكن أروي بيها، يا إلا هروي عن طريق المطر او مياه سطحيه عن طريق يعني البحيرات او الانهار او كده، او هبتدي احفر ابيار. طيب النون كونفنشال اللي هو الديسلينيشن، ان انا بعمل تحليه للميه، الووتر يوز بنوعيها، وانتوا كلنا فاكرين ايه اللي هعيد استخدام مياه صرف صحي معالج او استخدام مياه صرف زراعي، ويمكن الجديد بالنسبة لنا اللي هو الفوب كوليكشن والكلاود سيتنج اللي هو الاستمطار وتجميع الضباب. برضو مراجعة بسيطة على الحاجات ديت، الكلام ده كله فوتنا فيه يعني قبل كده. فكان أول ووتر سورس عندنا البريسيبتيشن أو اللي هو الأمطار، والأمطار زي ما انتم فاكرين عندنا 3 أنواع من الأمطار، اللي هو الفرونتر ليفتنج اللي هو المطر الإعصاري، المطر التضاريسي اللي هو الأوروغرافيك ليفتنج، وآخر حاجة المطر التصاعدي اللي هو الكونفكتيف ليفتنج. طبعا مش هقول لكم كل حاجة عاملة ازاي، الكلام ده احنا درسناه واستفدنا فيه بزيادة يعني مش هنتكلم عليه تاني. تاني irrigation water source اللي هي السيرفس ووتر، طبعا السيرفس ووتر اللي هي جايه منين؟ جايه من الانهار يعني او الترع، سوري الانهار او الليكس اللي هي البحيرات. وطبعا احنا برضو درسنا تكوين الاوديه والانهار دي كانت عامله ازاي، ومش هنخوض يعني في الكلام ده زيادة أكتر من اللي درسناه. طبعا احنا بنضطر بقى دلوقتي يعني مع ندرة المياه ان احنا نعمل كنترول ستراكشرز عشان نبتدي نتحكم في كميات المياه، وان انا المياه بتاعتي ما تروحش زي مثلا بعمل سدود او كده، والكلام ده هنشوفه كمان شوية. اخر حاجة في الكونفنشال اللي هو الجراوند ووتر، المياه الجوفية، وبرضو الكلام ده خدناه قبل كده.
اللي هو وجود المية بين الفراغات البينية في التربة. طبعا عندنا نوعين من الأكوفرز، اللي هو الانكونفايند اللي هو الغير محصور، والكونفايند اللي هو المحصور. طبعا انتوا فاكرين الفرق اللي هو ما بينهم، خدنا الكلام دوت. الانكونفايند اللي هو اللي انا لو دقيت البير المية ما بتطلعش غير على مستوى الجراوند ووتر تيبل، لكن بالنسبة للكونفايند لو دقيت فيه بير ممكن الاقي المية طلعت لي فوق، وحتى ممكن تطلع لي فوق الارض لانها بتبقى محصورة او يعني تحت ضغط، اللي بنسميها ايه، ارتيزيان كونفايند اكوفر او ارتيزيان اكوفر. يعني مش هندخل قوي زيادة الحاجات دي، احنا الحاجات دي درسناها. طرق دق الابيار، يا الا دق ان انا هحفر حفرة زي ما انتم شايفين واحد بيقعد يحفر بنفسه، او الدريفن اللي هو اللي انا بدق يعني ماسورة عن طريق الدق، او البورد. طبعا ده بالنسبة للاعماق العالية، ان انا بجيب بقى مكنة وتقعد تحفر الاعماق، البورد دي ممكن توصل ل1000 واكتر من 1000 متر. الدريفن يعني ممكن توصل ل60 70 متر. طبعا الدج ده يعني 3 4 5 متر بالكتير قوي. يعني النون كونفنشال بقى ووتر ريسورسز هي طرق لاستخدام المياه في الري. طبعا هي استخدامها بيبقى ضعيف جدا، لانها بتبقى كميات مياه يا إلا التكلفة بتاعتها عالية أوي، أو كميات مية ضعيفة إلى حد ما، أو الكواليتي بتاعتها مش كويسة. طيب ندي أمثلة. بالنسبة للمية الغالية، يعني زي الديسيلينيشن، أنا دلوقتي علشان أحلي مية وأزرع بيها هلاقي إن التكلفة عالية جدا جدا جدا، صعب إن أنا أعتمد عليها في الري، لأن الري طبعا أنتوا عارفين محتاج كميات مية عالية جدا. طيب كميات مية قليلة زي الكلاود سيدنج والفوج كوليكشن، هما طريقتين طبعا يعني لسه مش منتشرين قوي حتى في وطننا العربي، يعني ابتدت تظهر في بعض الدول زي السعودية والأردن والمغرب ويمكن حتى دبي. الفوج كوليكشن ده بيجيب كميات مية ضعيفة جدا، ان انا يعني الضباب ابتدي اكثفه يعني واحوله الميه، يمكن بيستخدموه شويه في الراعي، لكن كمصدر يعني للري بيبقى صعب جدا، كميات الميه ضعيفه. يعني اخر حاجه الكواليتي اللي بيبقى ضعيف طبعا دوت في حاله لو انا هستخدم مياه الصرف الزراعي او الصرف الصحي، طبعا الكواليتي بيبقى ضعيف. طبعا احنا هنا للاسف في مصر متوسعين قوي في الاستخدامات دي، لان كميات المياه اللي عندنا مش كافيه، فبضطر ان انا الجا للنون كونفنشنال ووتر ريسورسز دوت. فلو احنا عايزين نتكلم يعني على مصر بالاخص، واقول لك ايه النون كونفنشنال ووتر ريسورسز اللي موجود في مصر اللي بستخدمه في الري، فمش هتلاقي غير الاجريكلتشر درينج ووتر ريوز او التريتد ويست ووتر ريوز، لكن الحاجات التانيه ما بنستخدمهاش. طيب اللي فات ده كان الانترودكشن او الجزء الاول من المحاضره، ندخل على الجزء الثاني. والجزء الثاني اللي هو المهم بصراحه، يعني الاكثر تشويقا بقى، واللي فيه شغل وايه محتاج شويه تركيز منكو، اللي هو هنتكلم على الاستراكشرز، الهيدروليك ستراكشرز او الاريجيشن ستراكشرز المختلفه، المنشآت المختلفة اللي بحطها علشان أقدر أعمل تحكم في المية وأمشيها على هواية مش هي اللي تمشيني على هواية. طيب علشان نبتدي ندخل في الاستراكشرز، فنبتدي بس نقول طب أنا عندي irrigation canals، اللي هو أنا أصلا بمشي المية فين؟ أنا أصلا بمشي المية في ترع، سواء طبعا أنهار بقى أو ترع، هي عبارة عن open channels يعني مجاري مائية مفتوحة، المياه طبعا فيها بتمشي بالجرافيتي. علشان أقلل كمية الليفتنج، اللي أنا يعني أقعد كل شوية أرفع المياه، عشان أنا ماشي بالجرافيتي، يعني طول ما أنت ماشي
في ميل عندي في الترعة، فلو انت كل شوية عمال تحفر وما تلاقي الحفر عندك زاد قوي او الترعة عمقت قوي، فهتضطر تحط لها بامب ستيشن او يعني محطة رمبات عشان تبتدي ترفع وتمشيها جرافيتي تاني. فاحسن حاجة وانت جاي تخطط الحاجات دي دايما تحط الترع فين، في الهايست ايه، في الهايست ليفل، علشان تقدر تمشي مشاوير طويلة من غير ما تعمل حتة الليفتنج. على العكس تمام الدرينز اللي هي المصارف دايما ما بنحطها في اوطى مناطق في الايه في الارض عشان تقدر تجيب الايه المياه الصرف بتاعتنا. الاريجيشن كانلز طبعا الاوردر بتاعها بيختلف على حسب السايز والفلو، فهتلاقي ان دايما بيبقى هي كبيرة وبعد كده تبتدي تصغر، يعني الكبير بيبقى هو المين كانلز، او ممكن حتى عندنا بنبتدي من الريفر يعني، ونبتدي ندخل على ريحات والترع الكبيرة لغاية ما نوصل للديستريبيوتورز اللي هي الموزعات اللي جوه الايه الارض نفسها. طبعا بالنسبة لي الدرينز هي بتمشي بالعكس، هي اول حاجة هي اصغر حاجة طول ما انا ماشي عمال السايز بتاعها يكبر. طيب الاريجيشن كانالز يا الا ايرث اور لايند كانالز، يعني يا الا انا حافر بس في الارض فهي بنسميه قطاع ارضي ان هو مجرد محفور في الارض، او ان انا بعمل له لايننج او بعمل له اللي هو ايه تبطين. طب بعمل التبطين ده ليه؟ علشان ايه؟ اقلل كمية الهدر اللي بيروح من الانفلتريشن او التسريب يعني بتاع المية. الايرث كانالز او حتى اللايند كانالز عادة ما بتتعمل على هيئة الايه الترابيزويدال شيب. الترابيزويدال شيب طبعا كلنا عارفين هذا الشكل ودرسناه يعني. اما بتيجي تعمل بقى خلاص انت هتعمل هنا ترعة وبتاع، فاحسن حاجة ان انت لما تيجي تختار، وانت عارفين ان هي تمشي باي جرافيتي يعني لازم لها سلوب، فاحسن حاجة انك انت تعمل السلوب بتاعها يتوافق مع الايه الناتشرال سلوب، الميل الطبيعي للارض. ليه بعمل الكلام ده؟ علشان انا مينمايز اقلل كميات الايه الحفر. طيب لما تيجي بقى تبص على السلوب نفسه، خلاص انت قلت انا عايز امشي بتقريبا ميل زي الايه زي الارض علشان اقلل الحفر. طيب لو جينا بقى بصينا للسلوب نفسه يقول لك بس خلي بالك ما تعملوش فير ستيب. يعني ايه ما تعملوش فير ستيب؟ يعني ما تعملوش منحدر جامد، يعني الميل ما يبقاش ايه ميل عنيف. ليه الميل عنيف ده؟ لان الميل العنيف ده هيؤدي ان سرعة المية فيه هتكون عالية جدا. طيب سرعة المية تبقى عالية ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي عملية ايه نحر. طيب على العكس ما تعمليش ميل خفيف قوي. طيب الميل خفيف قوي ده هيخلي سرعة المية عاملة ايه؟ تمام، هيخلي سرعة المية قليلة جدا، فيعمل لي ايه؟ يعمل لي يبتدي يعمل لي سيلتنج او ترصيب ويسد لي المجرى المائي بتاعي. علشان كده دايما الايرث كانال زي دايما على طول محتاجة بيريوديكال مينتنس، او محتاجة على طول ان انا اعمل لها صيانة دورية. بنتجه دلوقتي، وطبعا ده مشروع قومي، ان انا بعمل لايننج بالكونكريت، ان انا بعمل تبطين يعني للترع علشان ايه اقلل السيبج والجروس بتاع الويدز اللي هو الحشائش، يعني ان هي ما تنموش، واقلل كمية الرش هنا او الترصيب اللي بيحصل من الترع عشان ما افقدش يعني كميات مية اللي هي ممكن تصل من 30 ل 40% من الكمية. تخيلوا 30% من 30 ل 40% ممكن من كميات المايه بتاعتي تفقد نتيجة ان انا مش عامل لايننج او مش عامل تبطين. طيب دلوقتي هنبتدي ندخل على الستراكشرز المختلفة. هتلاقي ان هو في اربع انواع مختلفة، اللي هو في الانتيك ستراكشرز اللي هو انا عندي بعمل منشأ علشان ترعة تاخد من ترعة، Diversion and Control Structures اللي هو ان انا عايز ترعة تفرق لترعة وهي يعني بمنشأ، او بعمل كنترول للمية. الكروسنج ستراكشرز لو انا عندي ترعة هتعدي مصرف، او مصرف هيعدي ترعة، او طريق هيعدي ترعة، او طريق هيعدي مصرف المنشأ اللي بتحط. واخر حاجة التيل اند ستراكشر اللي هو
بيبقى منشأ بيتحط في آخر الإيه؟ آخر الترعة. طيب أول حاجة هنبتدي في الانتيك ستراكشرز، اللي هو عايز ترعة تاخد من ترعة، فاسمه الستراكشر ده اسمه هيد ريجوليتور. كلمة ريجوليتور في حد ذاتها أو براج، الاتنين حاجة واحدة، اللي هو بنقول عليه قناطر. يبقى كلمة ريجوليتور أو براج هو عبارة عن كلمة القناطر. هيد وهو رأس، علشان كده ده بيبقى انتيك، بمعنى إن أنا بيبقى عندي، لو جينا رسمنا هنا رسمة بسيطة، لو أنا عندي هنا مثلا ده الريفر بتاعي أو النهر بتاعي، وعندي هنا هو في ترعة عايزة تاخد مني، فباجي بروح حاطط منشأ كده اللي هو بنسميه هيد ريجوليتور. ده عبارة زي ما انتم شايفين في الرسمة، عبارة عن عيون مقفولة بأبواب علشان ابتدي اتحكم في كمية المية اللي هتدخل البرانش بتاعي او الترعة الفرعية اللي بتاخد من النهر او الترعة الكبيرة. ده بالنسبه للايه، للانتيك ستراكشر. الدايفرجن والكنترول ستراكشر، الدايفرجن يعني توزيع، هتلاقي على طول اول منشأ في التوزيع ده ابن عمه اللي هو بنسميه ايه، كروس ريجوليتور. خلي خدت بالك ان هو مازال ايه، هو مازال ريجوليتور برضه، هو مازال قناطر برضه، بس بتعمل عمل مختلف شويه عن الهيد ريجوليتور. الهيد ريجوليتور زي ما احنا قلنا، لو انا عندي ادي المصدر الرئيسي ريفر او حاجه، وعندي ترعه فرعية تاخد منه، فباجي بحط هنا هيد ريجوليتور اللي هتنظم دخول المية فين، في الترعة الفرعية. طيب الكروس ريجوليتور ده بقى ايه قصته؟ لو هقول ان انا عندي المية ماشية بهذا الاتجاه، وهعمل هنا هيد ريجوليتور على البرانش، يجي بقى هحط كروس ريجوليتور على الايه، على الاصلي، على المصدر الاصلي. ده هيفرق معايا في ايه؟ او انا بحط انا ليه؟ هو برضه نفس الشكل، هتلاقيه عباره عن عيون بتعدي الميه وليها بوابات عشان تتحكم في كميات الميه. هو فكرته ايه بقى؟ فكرته ان انت دلوقتي لو انا الميه ماشيه من غير اي حاجه، والترعه دي عاده ما بيتعمل البيد بتاعها عالي شويه عن البيد بتاع الايه؟ الاصل. يعني هتلاقي البيد بتاع الترعه الفرعيه القاع يعني بتاعها اعلى من القاع بتاع الايه، بتاع الريفر بتاعي. طيب ليه؟ علشان هي بتمشي جرافيتي ولسه هتوزع وتمشي بعيد، فعايز يعلي منسوبها شويه علشان لما تنزل بالميل تقدر تمشي معاك كيلومترات كبيره. فيجي يقول لك طب وانا الميه هتروح لي بقى في الناحيه دي ازاي؟ فبيروح عامل حاجه اسمها الكروس ريجوليتور على المية أو مصدر المية أو مجرى المية الرئيسي، علشان يعلي منسوب المية في الأبستريم، مكتوبة هنا اهي to regulate the water level in the upstream and the charge in the downstream. يعني هو بيتحكم في كميات المية اللي هتعدي في الداونستريم عن طريق العيون، وبرضو العيون ديت أو البوابات دي لما بيقفل بيخلي منسوب المية يزيد، فيقدر يدخل للترعة فرعية. فهو ده فايدة الايه، كروس ريجوليتور. فيبقى انت عادة لما بحط هيد ريجوليتور على البرانش، لازم احط كروس ريجوليتور على المين ووتر ستريم. ده رسم يعني ايزومتريك شوية او 3D، هتلاقي ان هو ده المجرى المائي الاصلي اللي هو ده، وعايز يفرع في هذا الاتجاه. طيب عشان يفرع في هذا الاتجاه، فراح حاطط هنا الايه، الهيد ريجوليتور، مفيش فيها مشكلة. اي ترعة فرعية لازم تبتدي بهيد ريجوليتور او قناطر في البداية. طيب علشان يخلي بقى منسوب المية يعلى ويدخل في الترعة الفرعية، فلازم يروح عامل كروس ريجوليتور على الايه، على الرئيسية أو على المجرى المائي الرئيسي. طيب برضه في الدايفرجن والكنترول، احنا خدنا خلاص الدايفرجن اللي هو
التوزيع يعني اللي هو بتاع الكروس ريجوليتور، الكنترول بقى الدامز. الدامز او السدود كلنا عندنا يعني خلفية عنها. ايه فايدة السدود؟ انا بعمل سد علشان ابتدي اتحكم في كميات المية، امنع الفيضان، اقلل الطاقة، كل الحاجات دي. يعني بعمل فلات كنترول، اتحكم في الفيضانات. يعني من ساعة ما بنينا خلاص السد عالي مبقاش عندنا فيضانات. الهايدرو باور جنريشن بقدر اولد منه الطاقة. الووتر سبلاي بتحكم بقى في كميات المية على حسب الاستخدامات بتاعتي في الفصول المختلفة. طيب الدام بيكلاسفايد لحاجتين، عندي اوفر فلو ونان اوفر فلو دامز. اوفر فلو يعني انا بسمح، لو انا عندي الدام بهذا الشكل الاوفر فلو بسمح ان المايه تعدي من فوقيه مفيش فيه مشكلة. النان اوفر فلو لا اسمح ان المايه تعدي من فوقيه. طيب هتلاقي ان الاوفر فلو المايه بتعدي فيه ده عاده ما بيبقى معمول من الخرسانه، بيقدر يستحمل سرعات المايه اللي بتعدي. لكن النون اوفر فلو ده بيبقى اللي هو الركامي او اللي معمول يعني من حجاره، لو عدى من فوقيه يبتدي بيحصل له ووش اوت ويتهد السد لو المايه عدت. طيب الانواع المختلفه للدامز، الامبانكمنت دام اللي هو الركامي ده طبعا نون اوفر فلو، بعد كده اتطور او يعني اتعمل واحد اقوى شويه اللي هو بنسميه جرافيتي او كونكريت جرافيتي دام، ده يسمح ان المايه تعدي من فوقيه. بعد كده الناس بقى بتوع مدن ابتدوا يطوروا شويه وراحوا للارش دام، ابتدى قال لك لو عملناها بقى على شكل ارش شويه هوفر شويه كونكريت وبتاع. واخر حاجه الباتريز دام اللي هو بيتعمل اكنها عباره عن يعني سلاب وبيمز كده، هو يعني عباره كلها هي اشكال متنيه مختلفه علشان يشوف يقدر يتحمل ارتفاع ميه في الابستريم سايد قد ايه. طبعا دي كلها شغل بتوع الناس بتوع الخرسانات يعني والتطور بتاعها. لو هنتكلم على السد اللي عندنا والسد العالي، طبعا ده ايرث دام او امباكمنت دام، يعني ده نون اوفر فلو، يعني انا ما بسمحش ان المايه اللي في الاب ستريم تعدي تروح الداون ستريم. بتعدي المايه من جانبيه يعني، او جانب منه اللي انا حاطط فيه التربينات وكده. طبعا لو المايه عدت من فوقيه عشان ده ايرث دام او امباكمنت دام هيحصل له ووش اوت ويتهد الدام بتاعنا يعني او السد بتاعنا. عشان كده دايما بيبقى في حاله الطوارئ، بيبقى مش حاله طوارئ يعني، النوعيه دي من انواع الدامز لازم علشان لو حصل منسوب الميه زاد قوي ومش عارف يتصرف منه. لو انا جاي مثلا ببص على البلان وبقول لك ان ده الدام بتاعي وهنا مثلا بيحط حاجه اسمها سبيل واي، ايه بقى فكره السبيل واي دوت؟ وده بيبقى عبارة عن دام بسيط وبيبقى معمول من الخرسانة. لو أنا عندي ده الدام بتاعي طبعا بيبقى نون أوفر فلو، فأنا مش عايز المية تعدي. طب افرض المية منسوبها زاد قوي، بتبتدي تعدي على السبيل واي اللي هو عندنا بتروح على مفايض توشكا وأقدر أتخلص منها، وده طبعا بيبقى أوفر فلو، دام عادي بسيط المية تقدر تعدي من عليه. طيب إيه علاقة منسوب السبيل واي بمنسوب السد؟ لازم منسوب السبيل واي طبعا يبقى اعلى من منسوب السد علشان يسمح الميه تمر عليه قبل ما الميه تمر فوق السد وتدمره. طبعا دي بس هجيب لكم يعني بعض الاشكال المختلفه. الشكل الاولاني دوت لارش دام، وده الشكل الثاني اللي هو الباتريس دام زي اللي موجود في فرنسا. الكونكريت بيبقى بالحاجات عادة الحاجات الصغيرة والدمز الصغير اللي هو الكونكريت جرافيتي دام، بتعمل يعني الحاجات الصغيرة اللي ما بتشيلش يعني ارتفاعات عالية يعني. ما زلنا في نوعية الدايفرجن والكنترول ستراكشرز اللي هو الستراكشرز أو المنشآت غرض التوزيع والتحكم. المرة دي المنشأ اللي هناخده هو بامب ستيشنز أو محطات الرفع. طبعا محطات الرفع دي بتبقى محطة تتكون من ترمبات. ايه فايدة الترمبة؟ ان انا عايز انقل
المية من منسوب واطي لمنسوب أعلى علشان أقدر أستغل المية ديت. المحطات طبعا ممكن يبقى فيها ترمبة واحدة، ترمبتين، 3، 10، 20، على حسب كميات المية اللي أنا عايز أنقلها. أنواع الترمبات هو 3 أنواع مشهورين، يعني سواء الأكسيال بامب، ده بيعتمد إن هو أنا عندي لارج فلو وسمول هيد، يعني الارتفاع اللي تقدر ترفعه من 5 لـ10 متر، وبتعتمد إن هي تقدر تطلع فلوهات كبيرة. على النقيض بقى الراديال بامبس، ده بتبقى سمول فلوز أو يعني كميات مية ضعيفة بس لارج هيد، يعني تقدر ترفع ارتفاعات عالية. طبعا الأكثر شهرة بقى الميكسد فلو بامبس، ده ميديم فلو وميديم هيد اللي هو الوسط يعني ما بينه. لو حبينا برضو ندي مثال على مصر، هتلاقي طبعا محطة مبارك. محطة مبارك دي علشان تخدم يعني اللي هو الشيخ زايد كنال، أو طلعت الشيخ زايد بتاخد من بحيرة السد العالي وتخدم الشيخ زايد، قصدي طلعت الشيخ زايد مشروع طشكة. يعني الترمبات اللي فيها هو 24 ترمبة، تخيلوا المنظر فيها زي ما انتوا باين صوتكم في الرسمة، يعني شوف الترمبة عاملة ازاي والبني آدم تحت عامل ازاي. يعني أنا مش عارف هل الكلام ده بالنسبة لكم واضح ولا لأ، شايف البني آدم تحت خالص، البني آدم أهو وآدي الترمبة، حاجة عملاقة جدا. الديشارج بتاعها تقريبا 300 متر مكعب ثانية، الكباستي يعني بتاعت المحطة تطلع 300 متر ثانية، والهيد 52.5. تكلفتها قد ايه؟ تقريبا 1.5 مليار. طبعا ايام ما كان يعني المليار مليار يعني. طيب بالنسبة برضو ما زلنا في الدايفرجن وكنترول ستراكشرز، هناخد حاجة اسمها اللوكس، اللي هي جمع لوك يعني، اللي هو بنسميه الهويس. ايه الهويس ده بقى؟ الهويس ده الاسانسير بتاع الملك. بص على الرسمة اللي قصادنا او الصورة اللي قصادنا، هتلاقي الشكل اللي هناك ده. ايه الشكل اللي هناك ده؟ الشكل البعيد اللي على اليمين دوت، ده عبارة عن قناطر، اللي هو منشأ بعمله في الجيتس اللي هي العيون ديت، بقفل وافتح على حسب انا عايز ارفع المية في الابستريم قد ايه، فبقفل طبعا بيها المجرى المائي. طيب تيجي بقى انا مثلا في نهر النيل وحاطط كروس ريجوليتور زي دوت، تيجي مركب تعدي ازاي؟ تيجي مركب تعدي ازاي؟ اولا المنشأ موجود فمش هعرف اخترق، ثانيا المفروض ان انا عندي الاب ستريم ليفل اصبح مختلف عن الداون ستريم ليفل. هو اصلا ده هو فكرة الكروس ريجوليتور. لو انا جيت مثلا ابص على الكروس ريجوليتور، انا عندي البيد ثابت والمية ماشية في هذا الاتجاه، المفروض ان هو بيعمل ان هو يرفع لي منسوب المية في الاب ستريم عن منسوب المية داون ستريم، وقلنا بيعمل كده ليه؟ علشان يخلي المية اللي في الاب ستريم تدخل في الدراع الفضائية. طيب تيجي المركب ماشية، لقيت ناهيك يعني عن وجود الاستراكشر دوت، انا خلاص هفتح لها ممر يعني، بس لقيت ان في فرق ايه منسوب ما بين الاب ستريم والداون ستريم. طب ايه هو؟ هل ده مطب يعني هتعمله؟ قال لك لا، هي دي فكره الايه الهويس. عشان كده انا اول ما قلت لكم ان هو ده اسانسير، ده بيبقى مجرى مائي جنب القناطر زي ما انتم شايفين، ولو تو جيتس، جيت في الاول وجيت في الاخر. طيب ايه قصته بقى؟ خلينا نبص على هذا الشكل. انا عندي دي مركبه اهي جايه في الاب ستريم منسوب عالي، عايزه تروح للداون ستريم المنسوب الواطي، فتروح جايه الميه، هو يجي اللوك ده زي ما احنا قلنا الهويس ده مقفول بايه؟ بوابتين، ادي بوابه اولانيه وادي بوابه تانيه، يروح مالي
او مخلي منسوب الميه جوه الهويس بنفس منسوب الميه اللي فيه الايه المركب اللي هو ايه نفس منسوب الابستريم. حلو قوي. وبعد كده يروح فاتح البوابه دي، فتقدر المركب تعدي، مش هتحس ان فيها اي مشكله. وهو ده اللي حصل، دخلت المركب. طيب عايزه تعدي وتروح للداون ستريم، يروح عامل ايه؟ يروح مخفض المنسوب، ينزل بقى منسوب الميه بما يوازي الداون ستريم، وبعد كده يروح فاتح الجيت علشان تقدر تخرج على نفس المنسوب. طيب نفس الكلام بالظبط لو انا جايلي بقى من الداون ستريم المركب وراح للاب ستريم، هيروح عامل ايه؟ هيروح منزل المنسوب الميه اللي داخل الهويس لنفس منسوب الداون ستريم، هتروح المركب داخله بسهوله ويروح قافل، يبتدي يرفعها لغايه ما منسوب الميه بالاب ستريم، ويروح فاتح وتدخل للناحيه التانيه. عشان كده انا بقول لك ان هو عباره عن ايه؟ اسانسير. هو غرفه بتدخل فيها، طبعا هو مش كلمه غرفه يعني، هو بتبقى حاجه كبيره يدخل فيها المركب، يرفع او ينزل منسوب الميه علشان المركب تقدر تعدي. برضه ما زلنا في الدايفرجن والكنترول ستراكشر، وبعد كده هناخد حاجه اسمها الويرز او الهضارات. الهضارات هو ليها ثلاث وظائف مشهورين. اول وظيفه اللي هو الايه السادن دروب، لو انا عندي في المجرى المائي نفسه عندي فيه هبوط مفاجئ في البيد بتاع الترعه يعني او النهر، فبحط الهضار دوت علشان ينقل لي من المنسوب العالي للمنسوب الواطي، والميه ما تبتديش تاكل في الارض، لا ده بيبقى منشأ خرساني او من الطوب يعني لو كان الترعه صغيره او حاجه، بحيث الميه تقدر تهضر من فوق الهضار فما يحصلش نحر المنطقه والمنطقه دي ما تبص. طيب حاجه تانية، to reduce water surface slope in steep canals. لو انا عندي، ودي رسمة هنشوفها دلوقتي، لو أنا عندي الترعة الميل بتاعها عنيف جدا، فإحنا قلنا في أول المحاضرة الميل لما يكون عنيف بيسبب إن سرعة المية بتبقى زيادة شوية، فبيؤدي إلى نحر القطاع يعني بتاع النهر، فأنا بحط مجموعة من الهضارات علشان أبطئ المية شوية فما تسببليش موضوع النحر ده. آخر حاجة بستخدمها ككروس ريجوليتور. كروس ريجوليتور ده كان بيعمل ايه؟ ان انا بحطه ابتدي اعلي منسوب الميه الاب ستريم علشان اقدر اوزع لي ترع في الاب ستريم سايد يعني، او قبل القناطر يعني. فلكن بالنسبه بقى للترع الصغيره مثلا زي ما انتم شايفين في الرسمه كده عرضها مثلا 5 6 متر، مش هاجي هنا احط قناطر، لا بنحط هضار عشان برضو raise the water level to divert water to off taking canal، برضو علشان يرفع منسوب المية واقدر افرع المية ديت لترع فرعية اصغر منه. يبقى دي التلات فوائد بتاعة الهضارات. الرسمة دي اللي بتوضح لي لو انا عندي الميل عنيف شوية، فده الميل عنيف لو كنت سبت المية كده كانت هتبتدي تنحر المية من سرعة تنحر في الأرض عندي، فابتدي يحط مجموعة من الهضارات علشان يقلل ميل أو سرعة المية وما تسببليش نحر للبيت عندي. دي بعض أشكال من الهضارات يعني مختلفة، مش علينا يعني الكلام ده فور ريفرنس يعني. طيب بعد كده ندخل على الاشكال او الستراكشرز اللي هي الكروسنج. ايه الكروسنج ده؟ لو انا عندي ترعه بتعدي مصرف، وانا عندي نوعين من الكروسنج سواء للمجاري المائيه يعني، يا الا اكوادكت او سايفون اللي هنشوفه بعد كده، هو عباره عن مواسير هاخد يا الا الترعه يا الا المصرف واعديها في ماسوره. لكن الفكره كلها انا عايزك تحط امتى هستخدم اكودت وامتى اقدر استخدم سايفون. طيب دايما تحط في بالك شرطين. الشرط الاولاني ان الميه الحلوه فوق الميه الوحشه، بمعنى لو انا عندي ترعه وعندي مصرف
مين المايه الحلوه؟ الترعه. مين المايه الوحشه؟ المصرف. يبقى دايما حاطط في بالي ان المايه بتاعت الترعه هي اللي لازم تتنقل فوق المصرف، او ميه المصرف اللي هاخدها وانقلها تحت الايه؟ الترعه. طيب لو انا خدت ميه الترعه ونقلتها زي الرسمه اللي عندنا هنا ونقلتها فوق المصرف في ماسوره بقى او كونكريت بوكس يعني سيكشن او اي حاجه، فبسميها ايه؟ اكويدكت. بسميها اكويدكت. طيب لو هاخد العكس بقى، احنا قلنا برضو ايه نفس الكونسبت، الميه الوحشه تحت الميه الحلوه هتيجي لو انا عندي المصرف هو اللي عايز انزله من زي ما انتم شايفين هنا، عايز انزله من تحت الايه؟ من تحت الترعه. طيب هنا يجي واحد يسالني سؤال، طب انا ممكن مره استخدم اكوادت ومره استخدم سايفون، هي هي. اقول لك الشرط الثاني بقى، مش احنا قلنا الشرط الاولاني الميه الحلوه فوق والميه الوحشه تحت؟ الشرط الثاني انك انت تشوف هل الترعه دي بتسمح بمرور مراكب ولا لا؟ يعني فيها نافيجيشن ولا لا؟ طيب تيجي انا عندي ترعه ومصرف، ترعه ومصرف، تيجي تقول لي والله لا انا عندي الترعه دي ترعه كبيره يعني ايه رياح ممكن تعدي فيه مراكب، هل ينفع كنت اعمل اكودوت؟ يعني ينفع اروح واخد الترعه دي وحاططها حتى يا سيدي في بوكس سيكشن حاجه قطاع كبير وعديه من فوق المصرف؟ اكيد لا، لان انا مش هاجي المركب واقول لها معلش هنوطي بقى شويه ونعدي من ايه؟ من جوه ماسوره. فلا ساعتها كنت اروح للحل الثاني اللي هو يبقى ايه؟ سايفون. فكلمه تلاقي كلمه مين كانال دايما معناها ان انا عندي قطاع ايه؟ قطاع كبير ويسمح بوجود سفن، فعاده الكروسنج اللي عنده بتبقى ايه؟ سايفون. لكن لو لقيت كانال ودرين ما قلتلكش ان واحده منهم مين يعني، فممكن تستخدم الاكودكت ان انا اعدي الترعه فوق المصرف، او ممكن استخدم سايفون اللي هو هعدي المصرف من تحت الايه؟ من تحت الترعه. طيب من الحاجات الكروسنج برضو اللي هو الكالفرد اللي زي ما انتم شايفين هنا، عاده ده بيعدي طرق، يعني بيبقى عندي مجرى مائي هيعدي من تحت طريق، فممكن لو حاجة بسيطة كده زي ما انتم شايفين صغير بعديه في حاجة اسمها بربخ أو كلفرت، واحنا ممكن بنستخدمه قوي في مصر دوت بالذات في تعديات الأودية، يعني تلاقي الشارع مثلا عند طريق البحر الأحمر وكده هتلاقي فيه تحتيه كتير برابخ. دي ليه؟ علشان مية الأودية وهي جاية ما تجيش تكسر لي الطريق، فبعدي المية بتاعت السيول في برابخ. فبستخدم امتى الكالفرت؟ لو انا عندي طريق مع قطاع ترعه صغير، قطاع ترعه صغير او يعني اوديه او كده. طيب لو قطاع الترعه بقى ده كبير يعني مثلا نهر او مين كانال، هل ينفع اعديه في بربخ؟ هتقول لي لا، طب ما انا ده ممكن يبقى في نافيجيشن او في مرور سفن، برضه ما ينفعش ان انا اعديه في منشأ خرساني، فبضطر ساعتها ان انا ارفع الطريق علشان الايه؟ السفن تعدي. طبعا الرسمه اللي قصادنا يعني دي مش كان ممكن يتعمل بربخ عادي يعني، بس دي مثال بسيط يعني، لكن تيجي مثلا عند هنا نهر النيل مثلا 6 اكتوبر، كوبري 6 اكتوبر بيعدي ايه؟ بيعدي نهر النيل، ما كانش في ساعتها ينفع يجي نهر النيل ويحطه في ايه؟ يحطه في كالفرت، لان نهر النيل بيسمح بمرور سفن، فكان لازم ان انا اطلع بالطريق واعمل ايه؟ واعمل بريدج او اعمل كوبري. اخر منشأ عندنا اللي هو التيلسكيب، وده بيبقى منشأ زي ما انتم شايفين كده، منشأ دائري بسيط بيبقى في اخر الترع، علشان لو انا عندي الناس ما سحبتش الميه من الترعه بس المياه ما زالت بتيجي للترعه، يعني انا موزع المياه على الترعه والناس ما سحبتش، فهيحصل ايه؟ فيضان. فلا ما بسمحش بالكلام دوت، بعمل تيل سكيب اللي بيبقى في اخر الترعه بياخد المياه الزياده ديت ويروح رميها على اقرب مصرف. طيب حاجه تانيه، لو انا بقى عايز افضي الترعه نفسها بيبقى في خرم كده من تحت، طبه من تحت
بيسمح بان انا افضي الترعه علشان اعمل لها صيانه. برضو التلسكيب ده موجود فين؟ ما بيبقاش موجود غير في اواخر الترع بغرض الصيانه او ان انا احمي من فيضانات يعني في الترع. طيب خلينا نشوف امثله كده سريعه ننشط بيها نفسنا ونشوف طريقه المسائل اللي زي دي ممكن تيجي زي عادة ما بتيجي زي ما انتوا شايفين كده رسمة واقول لك والله توقع ايه المنشأ اللي ممكن يجي او ممكن تيجي تحطه في الحل ده في الكيس ده. طيب هنا مثلا خلينا نشوف رقم ايه الاول. هنا بيقول لك ايه اليو اس دبليو ال واليو اس بي ال والدي اس دبليو ال والدي اس بي ال، ده يعني اب ستريم ووتر ليفل وده اب ستريم بيد ليفل، هنا داون ستريم ووتر ليفل وداون ستريم بيد ليفل، يعني ده منسوب الميه وده منسوب القناه. طيب ايه المنشأ اللي انا هحطه هنا علشان يحل لي القصه ديت؟ فهتلاقي ان انت علشان الميه ترتفع ما كانش من الاب ستريم للداون ستريم، من الاب ستريم للداون ستريم، يعني انا عندي اتجاه الميه ماشي كده. طيب يبقى ايه الميه اللي هتخليها ترتفع كده؟ هتلاقي ان انت لازم تحط ايه بامب ستيشن. طيب نبص على بي العكس، عندي الاب ستريم منسوب الميه ومنسوب البيد، خلي بالك بقى منسوب الميه ومنسوب البيد اعلى من الداون ستريم ووتر ليفل والبيد ليفل. طيب ايه الحاجه اللي لو انا عندي سادن دروب كنت ممكن احطها؟ هتلاقي عندي لو كان عندي المنشأ اللي ممكن احطه في هذا المكان عشان يحل لي القصه دي اللي هو الوير او الايه او الهضار. طيب تعال بص على سي، بيقول لك يا سيدي ده رود مع كنل، رود مع كنل، ممكن تحط ايه هنا؟ ممكن احط الا كالفرت او احط بريدج، صح؟ طيب لو جه هنا قال لك مين رود، سوري مين كنل، اول ما تقرا كلمه مين تعرف على طول ان انا دي ايه هيمر بيها سفن، يبقى ساعتها كان الحل الوحيد ليك هنا ان انت تحط ايه، احط بريدج. طيب شوف ديت، هنا بيقول لك كنل مع درين، كنل مع درين بيبقى ايه قصادك حل من اتنين، يا الا تحط الاكودكت او تحط السيفون، طالما ما قالكش ان في مين كنل فانا اقدر احط الاتنين، لكن لو قالك انا عندي مين كنل يعني ترعه كبيره فساعتها كنت لازم اخد الدرين وانزله من تحت المين كانال باستخدام الايه؟ باستخدام السيف. طيب ده برضو كان مثال تاني كنت جايبه في امتحان، جايب لك رسمه كده عباره عن مين درين وعندي مين رودواي يعني طريق كبير وده هنا مين كانال، وابتديت اقول لك والله وعندي ريفر، فبقول لك ايه المنشأ الرقم واحد ده؟ طيب منشأ رقم واحد ده هو تقاطع مين رودواي مع ريفر، طريق كبير مع نهر، اقدر احط هنا ايه؟ تمام اقدر احط هنا بريدج. تمام هل في حل تاني؟ هل ممكن احط كالفرت؟ لا مش ممكن احط كالفرت، ليه؟ لان ده ريفر نهر يعني بيسمح بمرور السفن. طيب المنشأ رقم اتنين، المنشأ رقم اتنين هو بيقول لك انا عندي برانش كانال وعندي مين كانال، وراسم لك رقم اتنين هنا اهو. طيب فانت هنا قصادك انك انت تقول لي والله انا هحط هيد ريجوليتور على البرانش وهحط كروس ريجوليتور على المين كانال، يبقى انا احط هيد ريجوليتور على بدايه البرانش واحط كروس ريجوليتور علشان ارفع المنسوب دوت ويدخل على البرانش. طيب نمره ثلاثه، انا عندي مين كانال مع درين، طالما مين كانال مع برانش درين يبقى انا لازم اعمل هنا ايه؟
هعمل في منشأ رقم 3 احط سايفون ان انا اخد الدرين وانزله تحت الايه، تحت الدرع. رقم 4 ده عبارة عن برانش كانال، يعني ترعة صغيرة مع مين رود واي، يعني مع طريق كبير. في هذه الحالة انا ممكن ان انا احط كالفرت اللي هو البربخ اعدي المية. طبعا برانش كانال يعني الراجل مش بيقول لك يعني سواء كانال او برانش كانال، يعني ما مش شرط يكون في سفن يعني او مراكب. فانا هنا ممكن ان انا استخدم الكالفرد او الايه او البرق. وبكده يا شباب نكون